استغفر الله العظيم يا رب، البيت كله بارد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تمام يا جماعه الخير، جيت لقيت البيبان مفتوحه، يبدو انه ادم وامير جايبين اصحابهم او حد وداخلين وفتحين الابواب، فحنلحق اللي هو البيض قبل ما ايش البذره اللي جوا او الجنين يموت. طبعا هذا بيض دجاج حطيناه معاكو تحت اللي هو الرومية بعد ما خلص اللي هو بيضها او ما طلعش في بيضها بذرة، فخلينا نروح نجيب الرومية قبل ما ايش البيض يعني يبوظ والبذرة تبوظ. فخلينا نروح نشوف، هي صراحة كانت الاول الرقد تبعها هنا واحنا نقلناها بالفعل يعني تم النقل، ولكن الباب انفتح عليها فطلعت تاكل وتشرب او طلعت تتمشى، فمش حترجع للبيت اللي احنا حطيناه فيه، حترجع على اول مكان هي وضعت فيه بيض ورقدت. طبعا هم في بيض من تجميع الدجاج، هذا هو وكمية يعني بسم الله ما شاء الله عليها، فهذا الكمية هذه بتعود على الدجاج من نبات القرايس. اذا ما شفتش اللي هو فيديو نبات القرايس ارجع وشوفه في القناة. طبعا هنرجعها تركض على البيض، طبعا زي ما شايفين هي ترقد ومية المية ما فيش اي خوف عليها، ولكن طلعت مش عارف كم ساعة لها طالعة، البيض يعني بارد فمش عارف، الله يهدي اللي فتح الباب عليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا ان شاء الله يا جماعة الخير اليوم هنطمن على بيض الدجاج تحت الرومي. طبعا كلكم عارفين انه انا حطيت تحت الرومية بيض الدجاج بعد ما خرب اللي هو البيض تبعها، وطبعا في منكم كتير قال لي ابو ادم برضو نفس الكلام، احنا البيض عندنا خرب بيض الرومي بعد ما حوشته، فيعني الواحد ما يزعلش ويكون يعني فتحت خير عليه انه يستفيد من البيض هذا. طبعا في اجتني تعليقات من الاخوة، مش يعني تستهونوش، في كتير من الاخوة الطيور تبعتهم بتبيض ولكن مش بترقد على البيض، فايش بدك تسوي انت في الحالة هذه؟ ممكن انت تجيب اللي هو الطير هذا او البيض هذا وتديه لاي طير عندك حابب يرقد او بيرقد، او تصنع له فقاسة يدوية. فان شاء الله في الحلقة هذه يا جماعة الخير حنشوف اللي هو البيض وحنفحصه ان شاء الله، بس خليها تليل شوية وحنجيكم اللي هو في الليل او معاد اللي هو الليلية. تمام، خلينا نطعم الطيور قبل ما ايش تليل الدنيا، هي دقائق معدودة وتليل على اساس ان احنا نفحص البيض هل به جنين ولا لا. طبعا هنديهم اللي هو الفترة المسائية، خلينا نطعميهم الفترة المسائية او قبل النوم. طبعا هنديهم اللي هو الطعام قبل النوم زي ما شايفين، هذه هي انواع الحبوب باينة معاكم. طبعا لازم نطعميهم قبل النوم لانه الجو مش دافي كتير، فلازم ياكلوا منيح على اساس ان هم يدفوا في الليل. فخلنا نروح نطعمي باقي الطيور. طبعا هنحط باقي الطيور، طبعا يا جماعة الخير هذه الفترة المسائية فلازم نهتم في تغذية الطيور على اساس ان هي تدفى طول اللي هو الليل، وطبعا اذا دفيت تكسب اللي هو الدفى وما بصيرش معها امراض. طبعا خلينا نروح نطعمي هو باقي الطيور في الاقفاص. فيلا، طبعا يا جماعة الخير من اكثر المشاكل اللي بتواجه المربي لما يكون يربي الطيور في الارض او في اللي هو منطقة الاراضي، فبتلاقي في الليل بتقلب الدنيا سقعة ورطوبة، فهذه هي اكبر مشكله انه انت بتواجه اللي هو المربي في التربيه. تمام يا جماعه الخير، في كثير من الاخوه مش عارفين وين قوائم التشغيل والى ذلك، فان شاء الله نتعلم وين قوائم التشغيل. فاذا بتلاحظوا هون هذه هي قناه يوميات مزارع فلسطيني ابا ادم. تمام، فهنا في عندك اختيارات فوق شايف علي هون، في هنا الصفحه الرئيسيه، فيديوهات، قائم التشغيل، المنتدى، القنوات، وفي هون اللي هو حول. فبنيجي لهو اول وحده، الثانيه، الثالثه، بنيجي نعمل هيك هتلاقي عندك هان قوائم تشغيل كثيره. طبعا هذه القائمه التشغيل انا اللي بشاهده، شو بدكم فيها؟ نركز على القائمة التشغيل هذه. في عندك هان تقريبا ما يعادل اللي هو 20 قائمه تشغيل،
ليش هذه قائمة التشغيل؟ لو أنت حابب تعرف موضوع معين من اللي هو المواضيع تبعتك، مثلا عندك اللي هو غزل أنثى الديك الرومي للتكسير، عندك هان تعرف على تزاوج دجاج الديك الرومي، هان جرح العميق كيف تعالجه، هان كيف أرقد الدجاجة على البيض، واللي بعده اللي هو تربية البط موعد التكاثر، هان تربية الدجاج البراحمة وإلى ذلك. يعني في عندك كذا قائمة هان، حتى في اللي هو تربية كتاكيت الديك الرومي وإلى ذلك، تربية كتاكيت الديك الرومي، فحص البيض هل به جنين، فيديوهات تتعلق بآدم وأمير، تفقيس صغار كتاكيت الديك الرومي، البيض الفاسد وتحسين الإنتاج. يعني عندك هان قوائم. السؤال اللي أنت بدك إياه ممكن أنه أنت يعني تبحث هان، وحتلاقي اللي هو السؤال تبعك. طبعا لما تفتح أي قائمة هتلاقي فيها فيديوهات كتير، اختار اللي هو الفيديو اللي بيناسبك اللي انت بتسأل فيه، مثلا وقتش بدي ارقد الدجاجة، وقتش بدي ايش بدي اعالج الديك، كيف بدي اعالج، فاهمين علي؟ هاي كل القصة من وين بدك تطولها، من اللي هو جنب اللي هو الصفحة الرئيسية الفيديوهات، ايش بدك في الفيديوهات، تعال عند قوائم التشغيل هنا. تمام. طبعا بذكرك في الاشتراك في القناة، تفعيل تنبيه الجرس، الفائق ابو حزين، وخلينا نروح نطعم اللي هو الدجاج، وقبل ما تليل اللي هو الدنيا على اساس انه احنا نفحص البيض، بيض الدجاج هل به جنين ولا لا. طبعا الدجاج اللي فوق البراهمة شحبورة، وحطام اللي هو الدجاج العون والعيناء، بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا هذا الفترة المسائية ولازم نركز عليها زي ما قلت لكم، فتهيألي ليلت وهيك يعني الجو حلو. طبعا هنشوف الدنيا هل ليلت ولا هي يعني الى حد ما ليلت، ولكن هنستنى شوية هنستنى شوية قبل ما تليل يا جماعة. طبعا بدوا انهم يتفاعلوا في الطعام، وهذا هو شحبور بدأ اللي هو يعني يتفاعل، هو وشحبورة ما شاء الله عليهم. طبعا حطوا لهم الطعام هان. تمام جماعة الخير، انا صراحة مش عارف مين اللي فتح البيوت. نيجي هان لسؤال الاخوة، بيقولوا لي يا ابو ادم البيت ضيق عليهم وممكن انت تنقلهم في مكان اوسع. فيا جماعة الخير البيت له ضيق ولا حاجة، يعني ما تستهتروش فيه، ما شاء الله واسع، يعني بسع كمان تنتين عليهم. طبعا هم ناموا تحت لانه مش قادرين يطلعوا لفوق. طبعا مكان اللي هو شوقي شوقية، وبعد زي لقيت في ناس هتزعل لانه شوقي وشوقية طلعوا، فحنقولهم من هناول، يعني حنقولهم من هان حنطلعهم لفوق. فصراحة ربنا يهدي للي كان السبب وطلع اللي هو الطيور هذه من القفص. صراحة خايف على البيض يكون صار له اشي، لكن احنا هلقيت حنفحصه. بس ايش شوية قبل ما تظلم اللي يعني الدنيا، تقريبا خلصنا يعني ضايل دقائق معدودة، فخلينا نطلعه من تحت. تعال يا حاج. طبعا فلفل ما شاء الله عليه بكبر يوم عنهم ما شاء الله. طبعا هنجيب اللي هو قدوة. تعال يا حاج، تعال بس تعال. بسم الله بسم الله ما شاء الله عليها، ظهر عريض. طبعا خلنا نجيب اللي هو اللي كانوا تحت، مش عارف وين هلقيت حلاقيهم صراحة. هاي الديك نايم فوق على الشجرة مطرحه، مطرح ما كان ينام قبل. والدجاجة أكيد نامت جوا هان مع الدجاج أو في البيت الثاني، هنجيبها. تمام، صلى على النبي جماعة الخير، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هذا هو البيض اللي كانت رقد عليه، نحن بدناش ترقد عليه، بدي أخذه للبيت. يلا نشوف ايش نسوي. بسم الله، ادخل يا حجة. طبعا هنجيب الديك اللي فوقه، لكن مش عارف كيف اجيبه، عالي المكان، عالي كتير، يعني تقريبا متر اتنين تلاتة ونص، تلاتة متر ونص، مش هجيبه انا مش هقدر اجيبه، مش طايلة اساسا، مش طايلة. تمام هجيب اشي اطلع عليه. تمام جبت اشي اطلع عليه وحقدر ان انا امسكه. اهدى يا حاج، اهدى يا حاج، ما شاء الله كبر وتدور، كبر وتدور. تمام يلا 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 فوت، بسم الله بجرك اليمين، يلا فوت. تمام جماعة الخير، ليلة الدنيا، وحفصل معاكم على اساس ان انا افصل اللي هو الفلاش وارجع لكم من غير فلاش. تمام يلا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. تمام يا جماعة الخير، اتمنى انه يكون البيض او النطفة اللي جوه ما تخربتش،
احنا هندور ولكن هنلاقي اللي هو في جنين، ولكن مش عارفين هل الجنين هو صراحة مش كتير يعني، يمكن 3 أو 4 ساعات، ولكن احتمال يكون أثر عليه، ولكن نأمل من الله انه ايش يطلع البيض كله. طبعا هنيجي نفحص زي ما تعودنا كشاف نطفي اللي هو اي ضوء مصدر تاني، طبعا دفي شوية، هنيجي نحط اللي هو الكشاف عليه هيك. طبعا هنلاحظ انه فيها تكون جنين، هنقارنهم في كله هنقارنه. طبعا فيها تكون جنين زي ما شايفين، مش عارف اذا باين عندكم ولا لا. هناخد بيض تاني، طبعا في تكون جنين يا جماعة انا شايفه، ولكن في الكاميرا مش راضي اللي هو يبان، فانا اقول من الله خير. طبعا هاي الجنين هنا في المنطقة هذه تلاعب قاعد، فحنشوف غيره. طبعا هذا الجنين واضح البيضة اكبر، لانه مش عارف ليش مش واضح عندكم في الكاميرا. هذا هو الجنين هان، هذه النقطة هذه، والعروق في عروق هيك وهيك وهيك. صراحة في ناس بيقولوا يا ابو ادم لما تمسك البيض بيخرب. يا جماعة الخير البيض ما بيخرب لما انت تمسكه وتفحصه. يعني من زمان انا بمسك بيض وبطلع عندي، طبعا هاي في كمان جنين، طبعا هنشوف كمان لانه بدناش يخرب ويعني يكون في خربان وهذا يخرب على غيره. طب كيف يخرب على غيره؟ طبعا هاي في جنين، انه على سبيل المثال لو احنا حطينا بيضة كتير وطلع منه نصه في جنين ونص التاني فيش في جنين، نرفع اللي ما فيش في جنين على اساس انه احنا نتح لغيره في اللي هو ياخذ حرارة اكتر. طبعا في جنين واضح هيو، يا رب يكون ما يخرب يعني ما خرب فترة ما هي قامت عنه. طبعا هذه البيضة انا حطيتها من قبل، طبعا هاي في جنين هان، تمام ان شاء الله يكون كله في جنين. اها في وطبعا في صار، مش عارف ليش مش باينة عندكم، انا باينة عندي اشكال عمى. هذا هو جنين هان، سواء نعمل كزوم هذا هو النقطة هذه. فالحمد لله اغلبيته يعني في جنين، ربنا يسامحه اللي كان فاتح عليه وطالع ورايح على المكان القديم. اها شايفين كيف هذا مبين اكتر بيلعب لعب قاعد جوا. فهنرجع البيض اللي احنا فحصناه، هنرجع يا جماعة انه قاعد فترة من غير رقد، واحنا هينا فحصناه فبدنا اياه يدفع، هنرجع تحتيها. بسم الله اهتم فيها. طبعا يا جماعة الخير اهم حاجة انه انت تفحص البيض، لو بتقدر تفحصه طول فترة ال 21 يوم تبع بيض الدجاج، تفحصه مثلا من 4 إلى 5 مرات، منيح لإلك انه انت تفحصه. كل ما فحصته كل ما انت يعني اهتميت فيه كل ما طلع الانتاج احسن وافضل، فاهمين علي كيف؟ فنأمل من الله انه هو يطلع وما يكونش خرب فترة اللي هو 4 أو 5 ساعات اللي قامت عنه ورغدت على البيض الثاني. صار البيض الثاني شوية متسخ لانه الدجاج بينام على اللي هو مكان الرقد، وفي الليل بنزل هو الاوساخ، مش عارف الاقي حل لها فنزلهم على الفاضي بيطلع تاني. تمام الحمد لله فحصنا اللي هو البيض وطلع فيه اللي هو جنين، نعمل الله انه خير ما يخربش وبس. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لو عجبكم تسلخ لايك وتشتركوا في القناة لو انت مشتركتش في القناة. وبس حبيبي بيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مرة بتفوت قناتي يا سبسكرايب تفعيل تنبيه جرس الفاقة وازين لازلك كل جديد. حبيبي مشال بيوم اغيب سامك في مصر لانا بيذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنى عندك بس بدك تطلع، استنى شوي الفيلك لفة في القناة، ان شاء الله تعجبك اي فيديو ويكون يعني موضوع لإلك او انت تبحث عنه.